وفاة اليوتيوبر دانا العتيبي على يد زوجها السابق، والشرطة تلقي القبض على الأخير رغم محاولته الهروب. هز خبر وفاة اليوتيوبر دانا العتيبي منصات التواصل الاجتماعي، إذ أنه فاجأ جمهورها الذي أعرب عن صدمته، خصوصاً أنها كانت حامل في شهرها الثالث. توفيت العتيبي على يد زوجها السابق براين تيخادا كاستيلو في هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعمل كجندي في مشاة البحرية الأمريكية. وقعت الجريمة بعد شجار حاد بين دانا البالغة من العمر 27 عاماً وزوجها البالغ 29 عاماً، ورغم نشرها في وقت سابق مناشدة بسبب تعنيفه لها، إلا أنه تمكن منها ولم تنجو. حاول أحد الشهود إسعاف دانا في مكان الحادث، لكنه سرعان ما أعلن وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى، فيما ألقت الشرطة القبض على زوجها رغم محاولته الهروب إلى الغابة. عرفت العتيبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي فتاة مغربية الأصل تحمل الجنسية الأمريكية. اختارت كنية العتيبي إحدى أكبر عائلات السعودية بهدف المزيد من الشهرة. أثارت الكثير من الجدل بسبب جنسيتها وكنيتها المختلفة عليها من جهة، وبسبب ملابسها وآرائها غير المقبولة في المجتمعات العربية من جهة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن الشرطة أكدت أن الزوج في حالة خطرة بعد أن سدد طعنات لنفسه فور طعنها، وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو الآن قيد الاحتجاز. الخبر تصدر منصات التواصل والمواقع الفنية فور إعلانه، لكن الجميع بانتظار حكم القانون.